لا تقلب الصفحة، اسمعني دقيقة بس، والله لك فيها النفع ولك فيها الفائدة. الدال على الخير كفاعله، إياك ثم إياك يمرك مقطع ديني، آية قرآنية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو موعظة، أن يمرك مرور الكرام، وقف عليه، اعمل تفضيل، اعمل إعجاب، إعادة نشر، إعادة النشر وتعليق على كل مقطع حتى يرتفع هذا المقطع، حتى يكون لك الأجر والثواب. والله لك الثواب ولك الأجر، وهذا من العلم، من العلم النافع الذي ينشر بين الناس، فأنت تكون لك كأجر هذا الشيخ من العمل. شوف كم سنة يجلس في العلم وفي تعلم دين الله سبحانه وتعالى والحديث والحفظ وغيرها، أنت تشارك معه بماذا؟ تشارك معه بالإعجاب، تشارك معه بالتعليق، تشارك معه بالتفضيل وإعادة النشر. لا نعلم أيها الأحبة في أي حسنة ندخل الجنة، ما نعلم، هذا الأمر لا نعلمه، لكن أنت تساهم في نشر الخير. اعملوا لهذا المقطع أيضا تفضيل وإعجاب وتعليق حتى يصل لأكثر.